السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة لقيتها على CNN بتتكلم ان الارابيك AI او الذكاء الصناعي بالعربي هيفتح الباب لباقي اللغات. الذكاء الصناعي مركز على اللغة الانجليزية، وممكن يشوف شوية في الالماني، شوية في الفرنسي. ليه؟ لانها كلها لغات لاتينية فقريبة من بعض، فالقاعدة اللي بتبقى موجودة بتسرع على كله. لكن اللغة العربية مختلفة شوية كتير عن اللغات اللاتينية، فالتطور اللي بيحصل فيها هو بيتطور لبقية اللغات. في فلوس بتدفع كتير جدا عشان بقية اللغات، لكن الذكاء الصناعي داخل تنافس كتير بين اوبن اي وميتا وجوجل، في اهمال شوية لباقي اللغات الى حد ما، مش لحد كبير. فالتطور في اللغة العربية ده هيخلي فيه تطور في باقي اللغات، زي مثلا اللغة الفارسية وهكذا. فبيقول لك ان في تطور في الذكاء الاصطناعي في الميدل ايست او في الشرق الاوسط او في الدول العربية، يعني واضح جدا في الابحاث اللي موجودة في الامارات، وفي تركيز على ال LLM اللي هي لارج لانجوج موديل، وفي جيس، تمام، هي بالانجليزي جيس. انا كنت متوقع انها غيس، لكن برضه كاتبينها بالعربي جيس. فبيقولك ان بيتعاون مع بقية نماذج اللغات الذكاء الاصطناعي، وخصوصا لاما، لان هو اوبن سورس، فتقدر انت تاخد المعلومات وتطور فيها. التطور اللي بيتعمل هو اوبن سورس، فلذلك بقية اللغات بتستفاد منه. هو بيتكلم عن اللغة العربية انها تعتبر من حيث عدد الناس اللي بيتكلموا بيها هي رقم 6، ومن ضمن اللغات اللي معترف بيها في مجلس الأمم المتحدة، ولكن عدد الكلمات اللي فيها أكتر بكتير من اللغات اللي هي في الإنجليزي، والتعامل معاها من خلال التشكيل ده بيشكل يعني صعوبة شوية في إنها تتعامل بشكل حلو. يعني اصلا فكرة ان اللغة العربية تكون موجودة على الكمبيوترات ما جاتش مدعومة من المايكروسوفت او من الشركات الاجنبية. لا، هم شايفين ان كل الناس هتشتغل على الكمبيوتر فاكيد عارفين انجليزي، لكن في شركة مثلا زي شركة صخر من الشركات الاوائل اللي جهزت في الموضوع دوت، بحيث ان تخلي اللغة العربية موجودة بشكل قوي. في شركة مثلا كان اسمها RDI من الشركات المصرية برضو، اللي بذلت جهد حلو عملوا ابحاث، لان هم كانوا عايزين يعملوا الصوره باللغه العربيه، لقوا شويه مشاكل، خلوا حد يركز في رساله الدكتوره بتاعته على نقط زي كده. فبتبقى حاجات بسيطه، كل واحد بيعمل حاجه بسيطه، لكن في الاخر الحاجه دي الناس كتيره بعد كده بتستفاد منها. فدي خطوه حلوه، وان شاء الله نلاقي نماذج باللغه العربيه قريبا. لو انت عارف اي موقع متخصص الذكاء الصناعي باللغه العربيه تبع اي دوله او تبع أشخاص، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات عشان نتكلم عنه بإذن الله.